بسم الله الرحمن الرحيم. تعليق على مقطع الفيديو عن منطقة خيطان وتقسيم الفيديو إلى صور. بدأ الفيديو بصورة لسينما غرناطة. هذه صورة سينما غرناطة. الصورة التقطت من جهة العمرية. الصورة اللي بعدها مطعم السلام. هذا احتمال يكون اللي تسمى بعدين مطعم ليبيا، لأن نفس الطوفة يعني اللون الأزرق ما تغير. أنا ما لحقت عليه إن اسمه مطعم السلام، أذكر إن اسمه مطعم ليبيا، وغالبا 99% يكون هو. ونلاحظ نوع الدرامات اللي فوق السطح، اللي أعلى الصورة على اليسار الدرامات الحديد تصير مربعة، تختلف عن الدرامات الحالية اللي يعني مصنعة من الفيبر. هذه مصنعة من الحديد وتصير حارة عاد، ويصعدونها بالحبال وينزلونها بعد بالحبال من فوق. ونلاحظ الباص على اليمين الأبيض. انتقل هذا المطعم يمه بيت المقرن. انتقل الى هذه منارة مسجد يوسف عبد الهادي المئلم، والجهة الثانية من البراحة اللي فيها المسجد مسجد بن هجاج. هذه منارة مسجد المئلم بشارع المخفر وقبال صيدلية الوحدة اللي راح تطلع بعد شوي صورتها. قبال صيدلية الوحدة إذا خليت نادي، إذا خليت المخفر دوار المخفر بظهرك تكمل، تصير على يمينك صيدلية الوحدة وعلى يسارك مسجد يوسف المئلم. هذا نفس الشارع اللي نسميه شارع المخفر، بس من أي جهة؟ وين أوصف لك؟ يعني قدامنا آخر الشارع يصير دوار المخفر. على اليمين إذا كملت بهالشارع وأخذت يمين على طول تصير بشارع السوق. إذا رحت يسار تلقى محل الزجاج. إذا كملت شوي قدام على يسارك ثانوية أنس بن مالك. هذه صورة صيدلية الوحدة. صيدلية الوحدة وصفنا مكانها قبل شوي. إذا أنت جاي من دوار المخفر بظهرك راح تصير على يمينك صيدلية الوحدة. أعتقد للحين موجودة. هذه حلويات الأندلس. هذه بسوق بشارع السوق، كان اسمه شارع السوق. حاليا اذا خليت مجمع الرجعان على يسارك ورحت باتجاه الغرب الى ان توصل الى مستوصف العصيمي، هذا الشارع شارع السوق، في هالمحل الحلويات حلويات الاندلس. انا ما اذكر هالمحل، لكن اذكر المحل اللي يمه اللي هو، لا مو هذا، هذا معرض جوهرة خيطان للأقمشة. هذا ما أذكره، أذكر هذا معرض لدهيشي، كنا نسميه دكان لدهيشي، بالزاوية يصير تقريبا، ويما محل ماعين لأظن الشرهان، أي ويما بعد محل الله يرحمه عبد الكريم المعالي يبيع عيش ودهن وتموين رحمة الله عليه. هذا شارع السوق، صورة لشارع السوق. صير على يميننا، على يمين الصورة محل دهيشي، دكان دهيشي والمعالي. إذا كملت بهالشارع سيدة توصل إلى آخر السوق. على يمينك مجمع الرجعان حاليا، على يسار نادي
والله نسيت، كنا نادي العروبة اسمه، نادي يعني مثل هو مركز شباب تقريبا، بس يسمونه نادي ما ادري شنو. اليسار بيوت خيطان اللي هم بيت الحويس، ابو عبيد، واللي حولهم. بس الجهه الثانيه ورا مناك بيت الحيدر اللي ورا النادي، حتى يوم هدموهم ظلت شيره، بقت شيره كبيره يعني يم بيت الحيدر، الله يرحمه مبارك الحيدر. الصوره شارع السوق تصير شجون، قبل هني نلقى حرس الاسواق، تلقى شايب قاعد دايم مكانه ثابت، كله يقعد ويمسك الجريده بالمقلوب، ما ادري يتعمد يضحك الناس ولا هو صدق. هذه صورة حق مستوصف خيطان، ملتقطينها من صوب الشارع، من صوب الشارع مستوصف خيطان. هذه الصورة يم الجمعية، يعني يم المستوصف يم الجمعية، بس اعتقد الله لا يوهمني يعني اللي إيه، هذه مكاتب البلدية وكذي، اعتقد هذيل اللي يم الجمعية. هذه الجمعية، جمعية خيطان، وهذا الإعلان مكتوب السوق المركزي. راحت الصورة من بعيد، الصورة إذا أنت واقف هني يصير وراك مطعم الهيثم، وراك على اليمين مطعم الهيثم، وراك على اليسار مطعم ساكت عجيب، وبظهرك تصير لجنة مسلمي آسيا، وعلى يمينك اللي هما بلدية خيطان، وعلى يسارك مسجد جمعية خيطان. الحين الصورة راح تقرب، هذه صورة جمعية خيطان، السوق المركزي مكتوبة بخط الرقعة. أذكر وأنا بثالثة ابتدائي قريتها الوق المركزي، اخواني قاموا يضحكون علي، وليل اليوم يعني نضحك على هالكلمة الوق المركزي، لأن بالرقعة مو حاطين سنون للسين، ليل اليوم يعني نذكرهم أو إذا ذكروني نضحك على يوم اني قريتها الوق المركزي. هذه واجهة الجمعية، بعدين على اليمين يعني تكملة واجهة الجمعية نشوف المرسيدس، هذه موديل السبعينات، والتصوير ملون من أساسه، مو ملون يعني معدل أو مضاف له. هذه المرسيدس موديل السبعينات، ونشوف سلندرات الغاز، هي محل مكان الغاز تابع للجمعية تكملته. هذه الصورة لمخفر خيطان، هذا باب مخفر خيطان، ونشوف هذيل الشرطة اثنين واقفين عند باب المخفر. الصورة هذه مسجد جمعية خيطان، مسجد الجمعية أو مسجد الضاحية على ما تم تسميته في الأخير، وتم إعادة بنائه، والآن تم تسميته باسم المتبرع، نسيت منه. هذا المسجد كان يخطب فيه خالي الشيخ اسماعيل الأنصاري، وكان يخطب فيه الشيخ أحمد السبيهي الله يرحمه، رحمة الله عليه. هذا مدخل اسمه المسجد، مسجد الجمعية. هذه الله يسلمك ثانوية خيطان، ثانوية أبرق خيطان، هذه درست فيها هني عند المدخل، الباب الرئيسي. الباب الرئيسي اللي في الواجهة، في باب بعد جانبي على اليسار يصير ورا الصوب الثاني. هذه ثانوية خيطان، حاليا مركز لليونيكم، الأمم المتحدة يستخدمون المدخل الرئيسي على الشارع. هذا هني كانوا يعلقون نتائج نهاية السنة، نتائج الثانوية، نتائج آخر العام
برا برا هني يلقونها والناس تشوف على الجام. شوف الجام هذه يلقون عليها النتائج من داخل. احنا نجي برا ونشوف الصورة اللي بعدها، صورة اخرى للثانوية، نفس صورة الباب اللي مساع بس على اليسار. هذه ثانوية خيطان درست فيها، كان ناظرها يوم درست فيها زامل الفهد الله يرحمه، زامل الفهد الخشرم، كان إداري بنادي الكويت رحمة الله عليه، والوكيل أستاذ حسن الأنصاري رحمة الله عليه وأحمد، وبعد صار وكيل، بعدين صار أبو أحمد ناظر، والوكيل محمد الخضري نفس الثانوية. أنا درست الثانوية من 81 إلى 84 أو إلى 85، من 81 إلى 85، يعني مر علي أول شيء ناظر زامل الفهد، وبعدين ناظر، والوكيل كان حسن الأنصاري، بعدين صار الناظر حسن الأنصاري الله يرحمهم، حسن وزامل كانوا أساتذة أفاضل مربين، كانوا يعاملوننا مثل ما يعاملون عيالهم الله يرحمهم، وبعدين يا الوكيل أستاذ محمد الخضري. هذه محطة مياه خيطان، هذه محطة الماي يم ورا الثانوية، وراها هناك عمارات الصانع، هذا خزان الماي نشوفه فوق، هني التناكر كنا نيي ونصف طابور بعدين ندفع وننطر، يعني اول تنكر يكون واقف هذا معطينا التشتي او الوصل، يدورك تركب التنكر وتودي البيت عشان يصب لك ماي. هذا المكتب اللي تدفع فيه الفلوس عشان تحجز التنكر، ومعاك ورقة يعطيها راعي التنكر وتركب معاه وتودي بيتكم، أو أنك تكون سيارتك معاك يمشي وراك. طبعا وقتها ما كنا نسوق، كنت أروح بالقاري وأرجع مع التنكر وأحط القاري فوق التنكر. هذا شارع النادي، على يمينك ثانوية خيطان، على يسارك البيوت، على اليمين شوي قدام بيت الرندي ورا الثانوية، تكمل بعدين ورا بيت الرندي بيت الأنصاري، تكمل سيدة على يسارك بيت الطويل، والسيارة شنها أوبل الله العالم. تكملة الشارع هذا لنهايته يوصلك إلى نادي خيطان، صير على يمينك النادي، على يسارك مدرسة عبد الرحمن بن عوف. هذه الصورة نفس الشارع بس قبل للقطة لثانوية خيطان. هذا سور الثانوية اللي دخلك على الملاعب، أذكر لما سووا الرالي، يسمونه مو الرالي، سباق المسافات الطويلة، كان هالباب مفتوح ويا الله يذكر بالخير ماني قال اسمه، كان الأول بس تخطى هالباب وكمل سيدة، وينادونا بس ما انتبه اليوم بعده دشوا الله يرحمه أبو عوض، دش فؤاد الهجرس دش، وصاحبنا اللي طاف عاد بعدين نادوه ورد رجع طلع الثاني، كان المفروض يطلع الأول. هذه مزرعة الزامل، 200 فلس، 250 فلس كيلو الدجاج، ما أدري وين بالضبط، هذه هم بخيطان بس وين بالضبط ما أدري. شارع النادي وتبدو ثانوية خيطان، نفس الصورة اللي مساع بس قبلها بشوي. هذه الصورة لنادي خيطان وملتقطة من داخل نادي خيطان، من داخل النادي. وهذه الباصات اللي كان يركبون فيها اللاعبين، كنا نركب هالباصات تودينا البيت. اشتركت أنا بفريق السباحة مع أخوي أحمد
وكلنا الأنصارية وفريق السباحة كان صالح الأنصاري حالياً اللواء في المطافي وناصر الإصماعي ويوسف الأنصاري وأخوي أبو أحمد فوزي ومجموعة ما شاء الله ناصر اليماني عيال اليماني كلهم ناصر اليماني الله يرحمه وجمال وعلي ومحمد اليماني وبعد منه وايد ما شاء الله يعني هذا اللي اتذكرهم على السريع. اي عبد الرحمن البعيجان زين وهني صوب مو صوب القدم هني صوب اليد الفريق اللي كان عاد فريق يد نادي الخيطان قوي ونافس على الدوري كم مرة أخذ الدوري صوب السلة والقدم هني على يسارهم تصير ملاعب تحت 19 بعدين الملاعب الكبيرة هني هذا مدرج هذا مدرجات النادي كرة القدم كانت كذي خشب وحديد نصعد فوق ونقعد الصورة ملتقطة من صوب الشارع الرئيسي طريق الملك فهد الله يرحمه هذه لا شو يسمونه طريق الملك فهد ولا طريق المطار لا مو المطار يعني من جهة الحين منطقة الزهرة تقريبا كذي اي فريق كرة القدم اللي اذكرهم على السريع معضد محمد بوحيد اللي هو محمد الانصاري بعد عندك في واحد يشبه حمد بوحمد طويل وضعيف كان هداف بعد اظن الطاحوس الله لا يوهمني والجولتي يعقوب يوسف عثمان الأنصاري كان الجولتي بعده صار بعدين بعده بمدة بدر الأنصاري بعدهم بعد فترة هم بدر الأنصاري ثاني كلهم حراس مرمى نادي خيطان لاعبين النادي لعبنا قدم تحت 15 دربنا الكابتن عرفات أنا مع بدر الأنصاري والخالتي مع فريجنا كنا نفس الفريج اللي نلعب برا النادي جانا الكابتن عرفات وشكلنا فريق معانا غنام اللي كملوا احنا ما كملنا اللي كملوا وصاروا للدرجة الأولى إسماعيل الأنصاري غنام عادل راشد النعيمي تقريبا هذا اللي اتذكره كان معانا خالد الانصاري بعد اخو اسماعيل بس ما كمل خالد هذه الصورة ما عرفت وين يعني هذا البرج ما ادري وين خيطان بس ظاهر صوب النادي شوف السور سور النادي بس هذه تصير صوب بيوت التركيب مو التركيب الفلل فلل النادي يعني انا كذي مو متاكد بس كنا يعني خاطر كذي ببالي ذاك يعني بعدين في هني الفيديو طلع فلل قسايم ما عرفت اي بيوت هذه القسايم بهالحجم في بشارع شارع النادي يسمونه اللي على شارع فيصل وفي مثل بيت الرندي اللي يم ثانوية خيطان وفي الفلل اللي صوب بيت الإقبال العمرية صفة بيوت الحبيب والعماوي والمغربي صوب دكان ما شاء الله وفي بعد فلل صوب الجهة الثانية اللي تصير إقبال منطقة الصديق بهالحجم يعني كمساحة
بس هذيلا أغلب الظن يصيرون صوب صبة صوف صوب صفة بيوت اللي قبال، قلنا قبال العمرية تصير، الله العالم ما عرفت من بيوتها هذه. بعد هذه صورة ثانية، البيوت هذه كلها بخيطان، بس وين بالضبط يعني؟ وصفت هالبيوت ما أدري بيوت التركيب ولا صوب خيطان جديدة، بس يم القسائم هذه، احتمال القسائم هذه تكون بخيطان جديدة، الله أعلم يعني، بصراحة مو متأكد. بعد هالبيوت أهل هالبيوت أكيد راح يعرفونها، راح يعرفونها يعني، مثل البيت شوف هذيل، الله العالم صوب يعني بيوت العماوي والحبيتر والحبيب وهذيل، الظاهر الله العالم كذي يعني. هذه السيارة اعتقد هالنوع هلمن، وهذا الرقم كانت ارقام السيارات كذي سوداء مكتوبة بالابيض وبالعربي، الأرقام عربية. السيارة أعتقد أنها هلمن. انتهى الفيديو لهني، وذكريات جميلة. الله يرحم الأموات ويحفظ ديرتنا الكويت. وهذا جانب من صور منطقة خيطان اللي ترعرعنا ونسأنا فيها. وخيطان ترى مثل المصريين لما يقولون اللي يشرب من مية النيل يرجع ما ينسهاش، خيطان اللي عاش فيها يعني ما ينساها. خيطان كانت عبارة عن كويت مصغرة، يعني نسخة عن الكويت مصغرة، فيها كل أطياف المجتمع الكويتي متآلفين ومتحابين وملتمين على بعض. ليتني شاعر كان قلت فيها أبيات. الحمد لله رب العالمين، وشكرا على المتابعة.